الحزينة في قصره، ابنة سفير ثم زوجة ملك، إيرانية لأم ألمانية ماتت في المنفى، وبقي حب الشاه لها للأبد. أقيم لها زفاف ضخم وخلدت قصتها حتى اليوم. ثريا أسفندياري الملكة المنفية. من داخل السلطة. ولدت ثريا أسفندياري باختياري في 22 من يونيو عام 1932 بمدينة أصفهان الإيرانية، من والد إيراني يدعى خليل أسفندياري وأم ألمانية تدعى إيفا كارل. ولدت ثريا لتكون الفتاة الوحيدة لعائلتها ولتحصل على كل الاهتمام منهم. والدها كان سياسيا ودبلوماسيا بارزا، وشغل منصب سفير إيران في ألمانيا الغربية عام 1952. تربت ثريا ما بين برلين وأصفهان لتكون بذلك إيرانية ألمانية، كما أنها تلقت تعليمها في لندن وباريس، وقيل عنها أنها جمعت بين الثقافة الفارسية والغربية، وكانت ذات جمال وحسن كبيرين، ما جعلها محط أنظار المحيطين بها. حب الشاه. بدأت قصة حبها مع شاه إيران عندما التقت بشقيقته الأميرة شمس، حيث كان محمد رضا بهلوي قد تمكن من الوصول للحكم في فترة وصفت بالمتوترة في إيران، حيث شهدت صراعات سياسية كبيرة متزامنة مع الحرب العالمية الثانية التي قلبت العالم رأسا على عقب. كما أن شاه إيران كان قد تزوج من الأميرة فوزية، لكنهما انفصلا بعد مشاكل عدة، وكان على الشاه الزواج من جديد لكي يضمن استمرار الحكم لعائلته. أعجبت الأميرة شمس بثريا، وذلك خلال لقاء جمعها بها في لندن، واعتبرتها أنها الأنسب لشقيقها الشاه، ما شجعها على دعوتها لتناول العشاء في طهران، وذلك مع الملكة الأم والدة الشاه. بعدها بأيام حدث العشاء المتوقع، والتقت مع الشاه ووالدته ليقع في حبها سريعا ويتقدم لها للزواج. وبسرعة كبيرة خطط الطرفان على إقامة الزفاف، لكنها أصيبت بالتيفويد ما منع إقامة الزفاف بسرعة، وظلت في الفراش لفترة طويلة. ويقال أن شاه إيران كان يضع لها جوهرة في كل يوم حتى شفيت من المرض بالكامل. زفاف أسطوري. بعد مدة ليست بالقصيرة قرر إقامة حفل الزفاف في 12 من فبراير عام 1951، وكانت حينها تبلغ من العمر 18 عاما. صمم فستان الزفاف في دار كريستيان ديور، وكان من 20 مترا من الحرير الأبيض مطرزا بخيوط من الذهب وعدد كبير من الأحجار اللامعة والثمينة، ويقال أن وزنه وصل إلى 30 كيلوغراما، حتى أنها قبل الزفاف بساعات قامت بقص 8 أمتار منه لتتمكن من حمله بسبب حالتها الصحية الضعيفة. أقيم الحفل الكبير لها ولشاه إيران، والذي تغنى فيه العالم حينها بسبب ضخامته وجمال القاعة وغيرها، لكن ذلك الزواج لم يكتب له أن يستمر طويلا، وكله بسبب وريث عرش الملك. الفراق. بعد الزواج عاشا علاقة قوية ومليئة بالحب، وكانت كل الدولة تنتظر قدوم وريث عرش الشاه، لكن وبعد مرور عدة أشهر لم يظهر على ثريا آثار الحمل، وأكد الأطباء أن مسألة حمل الملكة قد تستغرق عدة أعوام لصغر سنها. ومعها زاد التوتر في العائلة، وخاصة بعدما تحطمت طائرة ولي العهد وشقيق الشاه علي رضا، ما حول إيران إلى مملكة دون ولي عهد لها، وبات الشاه الملك الوحيد في العالم دون وريث له. ازدادت ضغوط العائلة والمقربين، وبات أمام الشاه أحد حلين، إما الزواج لمرة ثانية أو الطلاق من ثريا والزواج بغيرها. عرض عليها الزواج من امرأة ثانية، لكنها رفضت بشكل قطعي، وبعد مناقشات طويلة توصل الطرفان إلى حل الطلاق، ليتم ذلك في 14 من مارس عام 1958، وانتهت مسيرة الملكة في القصر بعد 7 سنوات عاشتها فيه. في المنفى. بعد الطلاق تم نفي الملكة إلى سويسرا، وهناك لاحقتها وسائل الإعلام في كل مكان،
وأطلق عليها لقب الأميرة حزينة العينين. ورغم طلاقها، لكن الشاه تكفل بتأمين حياة رغيدة لها لتعيش حياة مريحة ومترفة بين روما وميونخ وباريس، وتحولت إلى أيقونة مجتمعية في أوروبا، حيث كانت تدعى لأرقى الحفلات، وحاولت الدخول في عالم الفن لتمثل في أحد الأفلام، لكنها لم تلقى أي نجاح يذكر، ويقال أنها دخلت في حالة اكتئاب طويلة. عقب سقوط حكم الشاه في إيران، خفض حجم الميزانية المخصصة لها، وأجبرت على بيع عدد من مجوهراتها، أبرزها كان عقدا من الألماس وقع عليه هاري وينستون. إلا أنها عاشت حياة طويلة من الرفاهية بين قصر الشاه والعواصم الأوروبية، حتى توفيت في باريس في 25 من أكتوبر عام 2001، وانتهت بذلك قصة الملكة الحزينة في قصر الشاه.